مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد متابعة حضراتكم جميعا من خلال هذا اللقاء المتجدد من برنامج وأقول للناس حسنى، وأتناول مع حضراتكم ومع ضيوفي الأعزاء موضوع السلام ودوره في التنمية والإبداع. السلام هو اسم من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. السلام جعله الله سبحانه وتعالى تحية المسلمين في هذه الدنيا، وخص به هذه الأمة المحمدية، الأمة المرحومة. حتى لما نيجي نتفكر في موضوع السلام، لما أقول لك السلام عليكم ورحمة الله، هو يتضمن دعاء أصلا في حقيقته وفي ذاته، هو دعاء. أقول لك السلام عليك من الله، والرحمة من الله، والبركة من الله. الأمة التي تحقق السلام والأمان كنظام في مجتمعاتها هي أمة تبني وأمة تعمر وأمة قادرة على الإبداع وعلى الإتقان في العمل. هذه الأمة تعيش في أمن وأمان وسلام لأنها حققت السلام. السلام هو تحية المؤمنين في يوم القيامة. السلام تحية الله حتى لأهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. التحية من الملائكة لأهل الجنة في يوم القيامة، أسأل الله أن نكون منهم جميعا يا رب العالمين، أيضا هي السلام. والملائكة تدخل عليهم من كل باب يحيونهم في جنة ربنا سبحانه وتعالى بالسلام. فكيف لا يعيش المجتمع آمنا سالما حتى يغنم الإبداع والأمن والأمان على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه؟ انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حقق الأمن والأمان في مجتمعنا، وكيف له يكون له دور في التنمية والإبداع؟ هذا ما نتعرف عليه مع ضيوفي الأعزاء. ففي بداية هذا اللقاء أرحب بهم جميعا، أرحب بمعالي الأستاذ دكتور مصطفى ربيع أحمد من علماء وزارة الأوقاف. مرحبا بك أخي الحبيب. كما أرحب أيضا بضيفي الكريم أستاذ التنمية البشرية دكتور شاهين أطلق. أهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا بحضرتك. كما أيضا أرحب بمترجم الإشارة معنا في هذا اللقاء الزميل رضا عبد المنعم. يعني دعني أبدأ بدكتور مصطفى ربيع وأقول لحضرتك السلام. حتى يعني كلمة السلام تبعث في الإنسان الطمأنينة والسكينة. حتى لو أنا قابلتك في ليل أو في طريق مقطوع وقلت لك وحييتك قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أظن أن يذهب عنك الفزع. نعم. وتأمن في نفسك حتى مني في ملاقاتي. نعم. فكيف تحدث القرآن الكريم عن موضوع السلام؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخي الحبيب، ديننا هو الإسلام. صحيح. ولفظة الإسلام في يعني تدقيقها اللغوي، إذا ما فككناها لغويا، فإنها إحدى مشتقات لفظ السلام. ولفظة الإسلام ديننا، وربنا تبارك وتعالى هو الذي سمانا، سمى أمة الإسلام، مع أن الإسلام هو الدين العالمي من لدن آدم وإلى أن تقوم الساعة. الإسلام ليس دين أمة الإسلام وحسب، وإنما الإسلام هو دين جميع الأمم. ولذا تسمع أو في القرآن تتلو قول الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام: ويا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وعلى لسان الحواريين قالوا: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، حواري عيسى عليه السلام. وعلى لسان بلقيس زوجة بلقيس ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن الإسلام ليس دينا مقصورا فقط على أمة الإسلام، لكنها الأمة الوحيدة التي سماها ربنا تبارك وتعالى المسلمين. هذه التسمية تسمية ربانية صرفة. يقول جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل. فالذي سمى أمة الإسلام بالمسلمين هو ربنا تبارك وتعالى. لك أن تتخيل أخي الحبيب أن لفظة السلام ومشتقاتها في القرآن وردت أكثر من 100 مرة. لو عديت لفظة السلام ومشتقاتها في القرآن ستجدها أكثر من 100 مرة. بينما لو عددت اللفظ المعاكس المناقض لهذه اللفظة، لفظة الحرب، لن تجدها في القرآن الكريم في 604 صفحة إلا 5 مرات أو 6 مرات على أقصى تقدير. الله. سبحان الله العظيم. يعني يقول له مغزى يعني. وهذا له مغزى. نعم. يا أخي الحبيب، ما من شيء في كتاب الله تبارك وتعالى ولا حرف إلا وضع لحكمة. فما بالك بألفاظ ومشتقات ومترادفات ونحو ذلك. كل هذه أمور توحي بأن هذا الكتاب الخالد الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى يدعو إلى السلام.
فهو رسالة أمة الإسلام جاءت برسالة سلام إلى البشرية كلها. هذه الأمة ليست أمة حرب يا أحباب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى صحابته وقال لا تتمنوا لقاء العدو أصلا. نحن لا نتمنى أن نحارب، لا نتمنى. الأصل في رسالة الإسلام أنها تحقق السلام للبشرية كلها. رسالة الإسلام ليست رسالة سلام لمن يؤمن بهذا الدين وحسب، وإن كان لا يقبل غيره ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وإن كان لا يقبل غيره ومع ذلك فهذه الرسالة سلام للبشرية كلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمت حضرتك يقول أفشوا السلام بينكم بين المسلمين وغير المسلمين. هذا الحديث يا أخي الحبيب حين ذهب النبي إلى المدينة وفي أول خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن المدينة فيها يهود وبها مشركين يعبدون الأوثان وبها على بعد منها نصارى نجران وبها يعني ملاحدة وبها كذا وبها مؤمنون موحدون، ومع ذلك النبي يقول بينكم يعني بين كل هؤلاء أفشوا السلام بينكم، إلا لما غدرت يهود وقالوا السام فقال النبي عليكم. صلى الله وسلم. فتح الله يا دكتور، يعني عندما نأتي إلى دكتور شاهين الطوخي وأقول لك إن السلام تحتاج الأمم والمجتمعات، والأمة التي توفر فيها السلام هي قادرة على بناء نفسها. سيحتاج الإنسان إلى سلام مع نفسه، سلام مع غيره، سلام في مجتمعه وإلى وطنه. تأكيدا للي حضرتك ذكرته بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد صلى الله عليه وسلم، وقع هذكرها لحضرتك هنعرف من خلالها قد إيه إن بدون السلام لا في تنمية ولا في تطور ولا في قوة عظمى ولا في اقتصاد ولا في الأمور كلها. تاريخ التنمية البشرية سنة 1946 بعد إيه بقى؟ بعد الحرب العالمية الثانية. يعني قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها لا كان في تنمية بشرية ولا كان في اختراع اسمه تنمية ولا تطوير، كانت محاولات يعني ما بتطولش. يعني تقصد الدكتور المسمى التنمية البشرية لم يعرف إلا بعد الحرب العالمية الثانية كمسمى علمي. يعني إيه كان هم قصدوا بإيه؟ خلصنا حرب، اقتصادنا وقع، دمرنا، طب احنا جه الوقت اللي لازم مش هينفع نعيش كده كأمريكا. المصطلح ده ظهر في أمريكا تحديدا سنة 1946. كانوا يقصدوا بإيه بقى؟ التنمية البشرية مش التنمية الذاتية. التنمية البشرية يعني تنمية ذات الإنسان، تطويره. التنمية البشرية يعني الصحة، يعني التعليم، يعني الاقتصاد، يعني المصانع، يعني كل شيء تنمية بشرية. فإذا هذا المصطلح وهذا المعنى المشتق من معنى السلام ومن معنى الإسلام الحقيقي تدعو إليه الفطرة ويدعو إليه المسلم وغير المسلم، ومن مصلحة كل الدنيا أن تدعو إلى السلام حتى تحدث تنمية وقفزات اقتصادية. احنا شايفين وعايشين الحروب بتعمل ايه؟ بتعمل غلاء، بتعمل تقاتل، بتعمل بيع أسلحة خطيرة، بتعمل تهديد للسلم والأمن العالمي. مفيش تنمية. ما ينفعش دولة تقول لي أنا بشتغل على التنمية وأنا بحارب على حدودي ومشغول بالتعبئة ومشغول بشراء الأسلحة. إزاي يعني؟ لازم يبقى في سلام عشان يبقى في تنمية. بالمناسبة على المستوى الجماعة وعلى المستوى الفرد، أنا شخصيا وحضراتكم والسادة المشاهدين، سلام إيه وأنا وفي حد بيقاتلني ومستنيني بره كل يوم؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث حاجات هم وجدنا ان هم في علم النفس، والله وجدنا ان هم غايه اي انسان حتى غير مسلم. من اصبح امنا في سربي، معافا في بدني، معه قوت يومه فكانما حزت له الدنيا، ينافس ملك الملوك. صح. افضل انسان منهم ايه؟ منهم الامن اللي هو مشتق من السلام. من غير السلام مفيش عيشه طبيعيه. نعم. يمكن ربنا مشاهدي الكرام ذكر أهل قريش بقوله سبحانه وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كيف يكون السلام المجتمعي برقة أمل للإزدهار والتنمية؟ للإجابة تابعوني حتى عودتي من الفاصل. قلنا لكم مشاهدي الكرام وأرجع إلى الصورة الكريمة على قصر مبناها ولكنها عظيمة في معناها، وإن ربنا سبحانه وتعالى يذكر أهل قريش بهاتين النعمتين، نعمة الأمن والإطعام. وطبعا الطعام مش هيبقى متوفر إذا كان ما فيش أمن، ودينا بنشوف جراء الحرب ما بين روسيا وما بين أوكرانيا والأزمة العالمية مش اللي بتمر بها مصر، بيمر بها العالم من جراء هذه الحرب المدمرة
فعلا حتى لنفسيات الناس. يا دكتور مصطفى، كيف يكون السلام يحقق الازدهار والقوة في المجتمع؟ نعم يا أخي الحبيبي، أنا أضرب لك مثالا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبالمثال يتضح المقال. نعم. حين تنظر إلى الفترة المكية وتضاهي بينها وبين الفترة المدنية، تجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كانت قريش تعيش في أمان ونحو ذلك، لكنها كانت تعيش على فساد في العقيدة، تعبد الأصنام من دون الله جل وعلا، فلما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وجهته لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أبدا أن يقيم دولة في مكة. هذا سؤال لابد أن نطرحه على أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة في حرب دائمة، في حرب تأكل الأخضر واليابس، ده كانوا يقتلون الصحابة ويأخذونهم في شعاب مكة يضربونهم ونحو ذلك. كل من أظهر الإسلام عوقب، حتى في الحديث أول من أظهر الإسلام سبعة، وذكر الراوي سيدنا أنس ذكر أو سمع رضي الله عنه وأرضاه أن أول من أظهر الإسلام أنس مدني، أول من أظهر الإسلام في مكة كانوا سبعة: رسول الله وخديجة وأبو بكر والمقداد وبلال وعمار رضي الله عنه وأرضاه وسمية. رسول الله حماه الله جل جلاله بعمه، خديجة حماها الله تبارك وتعالى وعصمها بمالها، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بقومه، وأما سائرهم كما يقول القائل فقد ألبستهم قريش أدرعا من حديد وصهرتهم في جبال مكة. ومنذ أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر وجهته من أول لحظة ووقف على الصفا ونادى من أول هذه اللحظة، يقول أحد الكتبة: أرغت مكة وأزبدت، ودقت طبول الحرب وأرعدت، وصب حرب، هذه حرب، وصبت جام غضبها على سيدنا رسول الله ومن معه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقول لهم: اذهبوا إلى أرض كذا فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وتارة النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم يتحملون ويقول: ولكنكم قوم تستعجلون. لكن النبي لم يكن يستطيع أبدا أن يقيم دولة في مكة لأنه في حرب دائمة. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعائم العدل، فآخى بين المهاجرين والأنصار وجعل المعاهدات بينه وبين اليهود، وأذاب العصبية الجوفاء التي كانت بين الأوس والخزرج، وعم السلام والأمان، بدأ النبي في بناء دولته. كانت هذه معالم الدولة. ثم أخذ النبي يتمسك بذلك في صلح الحديبية. سريعا أقول، النبي صلى الله عليه وسلم كانت الظروف مجحفة تماما، ورأى الصحابة رضوان الله عليهم ذلك جيدا، فقالوا: يا رسول الله، لما نرضى الدنية في ديننا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم بتأييد من ربه جل وعلا يرى أن السلام هو الذي يستطيع معه أن يقيم دولة وأن ينتصر، وإلا فلا دولة. فرضي النبي بشروط مجحفة لأجل ذلك في صلح الحديبية. نعم، فتح الله لك. وأنتقل إلى فضيلة الدكتور شاهين التوفي وأقول لحضرتك، إحنا محتاجين حتى في هذه الآونة وفي هذا الزمن وهذا العصر إلى سلام نفسي. صحيح. سلام نفسي مع نفسنا. صحيح. كيف تحدثت التنمية البشرية عن السلام النفسي للإنسان؟ في شعار دايما حضرتك تلاحظه، لو فتحت أي كتاب أو مرجع في الطاقة في علم النفس في التنمية، كلمة السلام الداخلي بتمارسه يوجا ليه عشان نوصل للسلام الداخلي، بتعمل المديتيشن، بتعمل تمرين ده ليه، بتروح للمعالج ده ليه عشان اوصل للسلام الداخلي. فاكتشفوا ان السلام الداخلي اللي هو جزء من السلام العالمي هو هدف رئيسي وغاية كبيرة للإنسان العادي. الإنسان المسلم الحمد لله رب العالمين يجد معطيات السلام الداخلي ده في عبادته، لكن العبادة ما تتمش على أكمل وجه إلا في وجود السلام. نعم. سلام الإنسان يعني يحيطه تهديد ومخاطر، هيعبد ربه إزاي؟ فالجو الآمن والسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى وهب مصر بيها، والله مش تحيز، وهب مصرنا الحبيبة بالسلام والأمان والاستقرار مهما تعرضت له. يعني برضو أتذكر وحضراتكم بتتكلموا، مصر عمرها ما حربت حد عشان تعتدي عليه. مصر دايماً دايماً بتدافع عن حدودها وعن أمنها واستقرارها، ليس عندها أطماع عند الغير. ليه؟ عشان تحقق النماء، تحقق التوعية والفكر والاستقرار والاقتصاد. دائماً ناس تانية هي اللي تجرك، بعض المتطرفين اللي دائماً تشعر أنهم عايزين يركبوا ويروحوا يرفعوا سيف ويدمروا، هم بيحبوك. لكن مصر والدول الإسلامية والدول العربية دون عن العالم كله تجد أن احنا عندنا في فطرتنا حب السلام، السلام الداخلي الأول زي ما حضرتك ما ذكرت، ثم ينعكس ذلك على السلام المجتمعي، ومن ثم
يبقى في اقتصاد قوي، يبقى في تنمية مجتمعية، يبقى في مساكن بتتبني، يبقى في مدارس، يبقى في مصانع وهكذا. صحيح. يعني هاخد من طرف كلامك إلى فضيلة الدكتور مصطفى، قول لي معاليك، إن كان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر منطقتين بالأمن والأمان فقط والسلام، سبحان الله، الحرم المكي مظبوط برضو؟ نعم. ومصر بقوله سبحانه وتعالى عن هذه البلد المباركة، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم. وأنا كنت قرأت وتصحح لي المعلومة إن المسيح الدجال في آخر الزمان يمنع من دخوله مكة المكرمة ودخوله المدينة المنورة، وذكرت بعض الروايات أنه لن يدخل منطقة الطور، يعني نعم. جبل الطور محرم عليه. نعم. وجبل الطور كما تعرف مشاهدي الكرام إن هي في مصر، فإذا كان يمنع منها المسيح الدجال من دخول الطور، فهذه يعني إذا مصر بها أماكن مقدسة. نعم. أنا أريد الربط بين هذا المجتمع الذي وصفه الله سبحانه وتعالى ووصف دولته بالأمن والسلام فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا جل وعلا كما قال في كتابه أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، قال جل وعلا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلم يصف ربنا تبارك وتعالى في كتابه أي بقعة على وجه الأرض بالأمن والأمان سوى بقعتين كما قدمت حضرتك، وهي بقعة مصر وكذا بقعة مكة المكرمة. لم يصف ربنا تبارك وتعالى إلا هاتين البقعتين. بل إنك يا أخي الحبيب لو تدبرت القرآن الكريم ستجد أن ربنا تبارك وتعالى قد ذكر الأماكن المقدسة الآمنة على وجه الأرض بطريقة ضمنية في سورة يحفظها أطفالنا وصغارنا قبل كبارنا ورجالنا، الجميع يحفظ هذه السورة، سورة تسمى سورة التين، كلنا يقرأها، يقرأ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. إذا ما قرأت تلك الآية البعض يتخيل أن الإعجاز في ذكر هذه هذه الخضروات أو النباتات أو نحو ذلك، مع أن الإعجاز ليس المراد إطلاقاً ذكر هذه النباتات، وإنما ذكر الأماكن التي تزرع فيها تلك النباتات. نعم. فحين تقرأ عن التين الذي يزرع في الشام وبعض من دمشق، والزيتون الذي يزرع كذلك في الشام وفي فلسطين، وطور سينين الموجود في مصر، وهذا البلد الأمين وهي مكة، هذه البقع الله تبارك وتعالى حرم دخول المسيح الدجال إليها، لأنها كانت تلك البقع التي تجلى فيها ربنا وجعل فيها ربنا تبارك وتعالى تنزل الكتب والرسالات في هذه البقع المباركة. هذه البركة يا أخي الحبيب بركة متعدية ليس إلى الأماكن، وإلا فالأماكن حجر وشجر. صحيح. المراد أهل هذه الأماكن، من يقطن هذه الأماكن. ولذا ربنا خاطب في الآية الأولى قريشا وأهلها فقال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا لهم، لمن يقطن هذه الأماكن. نعم. وكذا في الآية في السورة القصيرة التي قرأت فضلتك سورة قريش. نعم. لإلاف قريش إلافهم. نعم. الذين ألفوا النعمة وألفوا نعمتي التجارة ونعمة الأمان ونعمة عدم الخوف. نعم. وآمنهم من خوف نعمة. نعم. التجارة وما يتعلق بها ونتائجها من الطعام والشراب ونحو ذلك. وآمنهم من خوف. نعم. نعم. وكذا أهل مكة قد آمنوا، وكذا أهل مصر، قال ربنا تبارك وتعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي حال كونكم آمنين. لماذا؟ لأن هذه الأرض أرض أمان كما قلت فضلتك. بالفعل صحح بعضهم أن هناك أحاديث تقول أن المسيح الدجال لا يطأ أرضا. نعم. تجلى ربنا عليه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. يعني أنا هاخد من طرف كلام حضرتك وهرجع إلى فضيلة الدكتور شاهين وأقول لك يعني إحنا عايزين نحقق السلام على هذه الأرض. يعني إن كان ربنا سبحانه وتعالى وصف البيت أو مكة المكرمة بالأمن والأمان ثم وصف مصر بالأمن والأمان، ولكن أنا تصح لي هذا المفهوم، ولكن لم يتجلى ربنا سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه إلا على أرض مصر. نعم. الله. وخصها بالتجلي. صحيح. لا خص مكة ولا المدينة، ولكن خص مصر بالتجلي. صحيح. فإحنا عايزين نقول إن شعب مصر لابد أن يكون عنده موضوع السلام الأمني والنفسي حتى لمن يزوره، حتى في المجتمع ننشره، كيف ذلك؟ والله وإحنا يعني مش هناخد مجهود كبير، لأن بطبيعة الشعب المصري وإحنا سافرنا برا مصر في الخارج وشفنا شهادات الناس في الجزائر وفي السعودية وفي دول كتيرة جدا.
لما بنيجي مصر هما بيقولوا كده، لما بنيجي مصر واحنا داخلين من المطار كده بنحس ان انتوا جدعان وان انتوا بتخافوا علينا ومحدش بيخدع حد، وبتحاول توصلني للمكان اللي انا عايزه وتساعدني بدون طلب، وبيستغربك كده عشان تعرف ان كتير من الدول يعني بيبقى الموضوع ده لازم يبقى ليه مقابل. فاحنا في مصر مش هناخد مجهود كبير ان احنا نبدا نشتغل على الوعي الجمعي. يعني ايه الوعي الجمعي؟ يعني وسائل الاعلام والمقالات والصحف تبدا تتكى شويه على ضروره السلام لتنميه المجتمع وتغذيه المعاني والاخلاق الجميله اللي احنا اصلا كده كده مفطورين عليها كشعب مصري يعني الحمد لله. صحيح. يا مشاهدي الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بنعمة الأمن وأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والسلام يا رب العالمين، وأن يجعل مصر دائما في خيرات وبركات ونعيم من قبل الله رب العالمين. مشاهدي الكرام، سعدت متابعة حضراتكم في هذا اللقاء، كما أتقدم بقدر الشكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى ربيع أحمد ونعماء وزارة الأوقاف. أشكرك على هذا اللقاء. شكر الله لك. كما أتقدم بقدر الشكر والتقدير أيضا لضيفي الكريم فضيلة الدكتور شاهين الطوقي وأستاذ التنمية. كل الشكر لحضرتك والسادة المشاهدين والمولانا والكل. وأشكر أيضا مترجم الإشارة الزميل رضا عبد المنعم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.